خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه ايوه ازي حضرتك يا استاذ؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ زينة. افندم؟ زينة. زينة. زينة كم سنة؟ 20. 20 سنة. مرتبطة يا زينة؟ اه. ارتباط عاطفي ولا خطوبة ولا ايه؟ لا مخطوبة يعني، بس يعني خلاص المفروض ان الجمعة او جمعتين تبقى قريت فاتحة وحاجة رسمية. طيب مبروك مبروك. مخطوبة على الحب بقى ولا ايه؟ اه احنا كنا اصدقاء، بس انا ما رضيتش باي ارتباط غير لما يكون رسمي يعني. اها. وبعدين انا مشكلتي مرتبطة بموضوع الحلقة النهاردة، ادمان الحب. انت مدمنة؟ اه. اه تعالي بقى مدمنة نتفاهم سوا. قولي لي بقى مدمنة ازاي، حاسة بايه؟ مثلا طبعا غلطاته كتير جدا، مغرور شوية، اللي هو كل حاجة مفيش حد يقول لي كده، انا مفيش واحدة تيجي تعمل معايا كده. يصحب بنات كتير جدا. بس انا دايما بتنازل عشان موضوع الادمان ده يعني، دايما مثلا في مشكلة او في حاجة اوكي ممكن اتنازل عشان بخاف من البعد، بخاف من حتى لو مشكلة يومين وهتعدي مقدرش استحمل اليومين دول. فانا داخلة على خطوبة، وخطوبة فترة الخطوبة يعني كاتفاق مش كبيرة قوي. طب وبعدين؟ بص يا بنت الناس، يمكن خط قطع اهو، بس خليني اقولك عادي يعني. ما فيش حاجة أنا بسكت عشان أنا مش قادرة، أصل كلمة إدمان دي يعني أنا خايفة يبعد عني، خايفة حياتي تتدمر، ولو مشي هتدمر، وهو مغرور قوي، وكل ما كان مغرور قوي كل ما أنت بتنخي قوي. على فكرة الراجل المغرور أو البنت المغرورة بيجوا على وشهم لما ياخدوا على دماغهم، لما تتقلي شوية ولا يفرق معاكي يصحابه البنات، ولا تجري وراه وتكلميه كل 3-4 دقايق ولا كل نص ساعة ولا كل ساعة، ويكلمك تقولي له طيب يا حبيبي هكلمك تاني بس اديني 3 دقايق عشان اصلا قاعدة مع ماما في موضوع كده وهرجع اكلمك، وتكلميه بعد الظهر. اوكي؟ ما كلمتنيش ليه قبل ما تنامي؟ انا كنت قاعدة بتفرج على التلفزيون ومستنياك قلت ابقى اكلمك فسقطت نمت. الحاجات دي بتجننهم، بالذات بقى المغرور، عشان تبقي عارفة. لأن هو مغرور وشايف نفسه إن في معجبات ودي أصحابه البنات ودي هتموت عليه ودي، وبالذات بقى بيبتدوا يموتوا عليه أكتر لما يلاقوه اتخطب أو خطب أو ارتبط، فيبقى فرخة بكشك فيجيله الغرور أكتر. إنما بقى لما تديله على دماغه شويتين يتظبط، لما تتقلي عليه حبتين يفوق، لما تديهم له صح في جنابه يصحى لنفسه.